إذن أيام ويحل شهر رمضان الخامس على اليمنيين في ظل انقلاب الذي قادته ميليشيا الحوثي وتداعياته المؤسفة. معاناة مستمرة يدفع المواطن تكاليفها، بينما تبدو الأطراف غير مبالية بما يحدث لملايين اليمنيين. في سبتمبر الماضي قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك، قال إن الأمم المتحدة تهزم في حربها على المجاعة في اليمن، وحذرت من أسوأ كارثة يشهدها العالم، بينما يحدث ذلك ويواجه أكثر من 15 مليون يمني خطر المجاعة، ثلثهم من الأطفال. حرب وفقر ووباء ومجاعة، رباعي رهيب يحاصر ملايين اليمنيين الذين تحولت مأساتهم لأرقام قابلة للزيادة في ظل استمرار الحرب وتداعياتها الكارثية. ينهار سعر صرف العملة، ومعه ترتفع أسعار المواد الاستهلاكية، حتى صار البعض عاجزاً عن شراء أبسط المواد الغذائية. من جهتها تنهش الكوليرا أجساد البسطاء في ظل تدهور ملموس للقطاع الصحي، خصوصاً في مناطق سيطرة الانقلابيين. إذن كيف سيواجه الناس احتياجات رمضان، وما الذي يجب فعله للتخفيف من معاناتهم في هذا الشهر الفضيل؟ نناقش هذه الأسئلة مع ضيوف الحلقة عبر سكايب. سيكون معنا الباحث المختص في الشأن الاقتصادي سيد حسام السعيدي، سيكون معنا من أنقرة، ومن مأرب الصحفي عبد الباسط الشاجع مدير مركز صنعاء للإعلام، ومن صنعاء سيكون معنا رئيس جمعية حماية المستهلك السيد فضل منصور. أبدأ مع ضيفي من أنقرة عبر سكايب السيد حسام السعيدي الباحث المختص في الشأن الاقتصادي. إذن سيد حسام، أولا مساء الخير ومرحبا بك. مساء النور وأهلا بك وبكل المشاهدين، ونتمنى لكم أن يكون رمضان مبارك لكم. أهلا بك سيد حسام. إذن رمضان خامس يحل على اليمنيين في ظل الحرب والمعاناة المستمرة، كيف سيكون رمضان هذا العام برأيك؟ طبعا رمضان يمثل امتداد للمأساة التي يعيشها شعبنا اليمني، ليس رمضان بحد ذاته، ولكن كل يوم يمثل امتداد لمأساة، ربما أكبر مأساة إنسانية تعيشها البشرية في الألفية الثالثة، مأساة الجوع والفقر والإمامة، نستطيع أن نقولها مجتمعة مع بعض. رمضان لن يختلف كثيرا، ولكنه أيضا سيأتي محملا بالكثير من القيود والمتاعب على أبناء شعبنا اليمني، ابتداء بغلاء فاحش في الأسعار واستمرار في ارتفاع معدلات التضخم بشكل مستمر. نعم. إضافة إلى انعدام للمشتقات النفطية وغاز الطبخ، وبشكل حاد وخاصة في المناطق التي تخضع لسيطرة الميليشيات الحوثية. أضف إلى ذلك هناك تدهور كبير جدا في الحالة الصحية، أو نستطيع أن نقول هناك انتشار للكثير من الأوبئة والأمراض، وخاصة مرض الكوليرا الذي وفقا لتقارير حديثة هناك حالة اشتباه منذ بداية 2019 فقط ل100,000 طفل أصيب بهذا المرض. لدينا أكثر من أو يقترب الرقم من 300 شخص من الوفيات. انعدام المشتقات النفطية وارتفاع الأسعار يعزز من هذه المشاكل بشكل كبير جدا، خاصة أن انعدام المشتقات النفطية أو وجود السوق السوداء التي تديرها الميليشيات الحوثية يؤدي إلى ارتفاع جنوني في الأسعار. هناك سوق سوداء في المدن، وهناك صعوبة جدا جدا في الأرياف. نعرف أن كثير من المواطنين يسكنون في الأرياف، الأرياف الأسعار فيها بشكل مرتفع وجنوني جدا. الغاز والمشتقات النفطية وأيضا الأسئلة على الأساسية كالقمح والدقيق وحليب الأطفال وإلى آخره، ربما بشكل شبه منعدم أو موجود، ولكن لا يمتلك المواطنين القدرة على شرائه أو نقله من المديريات إلى القرى وإلى آخره. نعم، لكن سيد حسام، يعني هنا في مسألة الغلاء أو ارتفاع العملة، يعني لو عدنا إلى رمضان السابق ربما كان هناك
يعني استقرار نوعا ما في الجانب الاقتصادي، بمعنى الانتكاسة الكبيرة هي كانت خلال مرحلة ما بعد رمضان الفائت، وبالتالي العمرة أو عفوا العملة تشهد ارتفاع وانخفاض، وهذا الأمر لم ينعكس على حال المواطنين، الأسعار ما زالت مرتفعة. يعني ما الذي سيضيفه غلاء الأسعار على معاناة الناس في هذا الشهر؟ يعني نحن نتحدث عن مواطن من دون دخل، يعني المرتبات الحكومية تمثل مصدر دخل ملايين في اليمن، هذه المرتبات منقطعة منذ سنوات. المدخرات التي كانت لليمنيين أو بحوزة اليمنيين تم بيعها في مرحلة أولية من الصراع. هناك مشاكل أخرى تضاف إلى جانب مشاكل ما أتحدث عنه، مشاكل سعر الصرف أيضا. ربما مثلا أسعار السلع الغذائية لدينا وصلت قيمة الائتمانات المستندية تقريبا إلى 800 مليون دولار دعما للسلع الأساسية، ومع هذا لم تنضبط أسعارها. المشكلة الأساسية هي جزء نعم متعلق بأسعار الصرف وإلى آخره، ولكن هناك أيضا جزء متعلق بوجود سوق سوداء وخاصة في مجال المشتقات النفطية، وأيضا وجود سوق سوداء هي تمثل الاقتصاد الحالي خاصة في مناطق الميليشيات. إذا هذه الميليشيات تعيش على الأزمات، وبالتالي نحن لا نتوقع أن يحصل أي 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 تحسن، وإنما أن يحصل مزيد من الإشكالات في هذا الواقع الحقيقة. وخاصة طبعا في المناطق يعني الشمالية وشمال الشمال، يعني نتحدث حتى مثلا عن محافظة صعدة، عن محافظة حجة، بعد حرب مدمرة خاصة في مناطق حجر وإلى آخره، هناك حالات مجاعة ونزوح وتشرد عادية. لديك أيضا في محافظة الحديدة هناك حالة نزوح وتشرد غير عادية. إذا المشاكل مجتمعة، كما يقال المصائب لا تأتي فرادى وإنما تأتي مجتمعة. نعم، إذا تكرم بالبقاء معي سيد حسام سعيدي، وأرحب بضيفي من صنعاء رئيس جمعية حماية المستهلك السيد فضل منصور. سيد فضل مساء الخير. أهلا يا مساء الخير والعافية. أهلا بك سيد فضل، ويعني نتساءل في حلقتنا اليوم، يعني ما هو الفرق اليوم ما بين رمضان الفائت ورمضان القادم بالنسبة لأوضاع الناس، يعني فيما يتعلق في الوضع المعيشي؟ طبعا هناك فارق فيما يتعلق بالارتفاعات السعرية، حيث كان العام الماضي الدولار لا يتجاوز 450 إلى 470 ريال، بينما هذا العام الأسعار كما تعرف انهارت أسعار صرف الريال أمام الدولار، وبالتالي استمرت الأسعار بشكل مرتفع رغم الانخفاض واستقرار أسعار الصرف خلال الشهرين الماضية، إلا أن هناك أيضا إجراءات إضافية تتعلق بالرسوم الجمركية بالإتاوة التي تؤخذ عبر النقط من الدخول البضائع من المنافذ الحدودية حتى وصولها إلى الأسواق داخل المدن. نعم. وبالتالي هذه تنعكس على أسعار النهائية للمستهلك، وطبعا هذه أثرت على السعر النهائي للمستهلك، وهي ملاحظة من خلال زيارة الأسواق ومن خلال أسعار السلع والخدمات المقدمة للمستهلكين، رغم أن هناك أيضا حملت تقودها وزارة الصناعة والتجارة والجهات المختصة المعنية مثل المواصفات المقاييس صحة البيئة للرقابة على الأسعار، وكذلك الغش والتقليد التجاري. ونأمل أن تؤول هذه الحملة إلى نتائج يلمسها المستهلكون بتراجع مستوى الأسعار عن ما هي عليه مع بداية رمضان من كل عام. نعم، يعني أنت ما وصفته هنا في صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرة الانقلابيين في مسألة عملية ضبط الأسعار واللجان الرقابية، في المناطق الأخرى ربما يعني لا توجد إجراءات مماثلة. أعتقد إلا أن سمعت بأنه في عدن في بعض المحافظات هناك تكاليف لمكاتب الصناعة والتجارة والدوائر المختصة السلطة المحلية بالرقابة على الأسواق، لكن هنا بالمحافظات الشمالية أو بسلطات حكومة الإنقاذ طبعا هناك لجان معنية، لجان حكومية بجميع المحافظات شكلت للرقابة على الأسواق على تجار الجملة، تجار التجزئة، وهناك قوائم للأسعار قدمها التجار الكبار المستوردون والمنتجون،
وتم إشهارها، وهي هذه الأسعار هي موجودة في جميع محافظة الجمهورية. نعم. لأنه نفس التاجر الموجود في صنعاء أو في تعز أو في إيب أو في الحديدة، نعم، هو نفس التاجر اللي موجود في عدن في المكلا، وهي نفس السلعة أصلا هي تستخدم، سوقنا واحد مهما كانت الظروف السياسية والحرب القائم، لكن سوقنا واحد، وبالتالي الأسعار هي قد تتفاوت نتيجة لتغيرات الظروف أو لبعد المدينة أو المنطقة عن مركز التاجر وخلافه، لكن نعم. السعر هو يفترض أن تكون الأسعار نفس الأسعار، لأنها نفس التاجر الذي ينتج في صنعاء أو في عدن أو في الحديدة. طيب هنا سيد فضل نقطة مهمة، يعني كون مركزك رئيس جمعية حماية المستهلك، وهي فرصة للتساؤل في مسألة يعني أن رمضان بالوضع الطبيعي السابق هو غير رمضان الحالي في مسألة الأسعار وأوضاع الناس بشكل عام، ولكن يعني في الفترة السابقة كانت ربما العملة في فترات ترتفع وفترات تنخفض بشكل كبير، وما ترتب عليها ارتفاع جنوني لأسعار السلع، وهنا الأمر هذا أثر بشكل رئيسي وبشكل كبير على المواطن. نتساءل هنا في هذه النقطة بمسألة أنه مع عودة العملة أو يعني ارتفاع سعر الريال اليمني، هل الأسعار يعني تعود إلى وضعها الطبيعي أو أنها يعني تتحسن بما يتناسب مع أوضاع الناس، أم أن الأسعار هي ثابتة والتجار لا زال هناك تلاعب كبير في هذا الجانب؟ هذا السؤال في محله. طبعا نحن كجمعية طرحنا في تدشين الحملة التوعوية الذي قادتها وزارة الصناعة والتجارة، لأنه لم نكن مشاركين في هذه الحملة في اللجان الميدانية، نحن مشاركين باللجنة العليا لكن اللجان الميدانية المشارك، وطلبنا بأنه يجب أن يكون هناك أولا التزام من حيث التسعير الذي تصدرها وزارة الصناعة والتجارة لجميع المحافظات، وأن يكون هناك السعر يتوافق مع التغيرات الحاصلة في أسعار الدولار والاستقرار الحاصل، حيث البنك المركزي في عدن مسعر سعر الصرف ب 500 ريال و506 ريال بالنسبه للمواد الغذائيه، وايضا سعر السوق يعني قريب من هذا السعر بشكل متفاوت، يعني من 510 الى 520 دولار للدولار، وبالتالي يجب ان تكون الاسعار السلع متواكبه مع هذا التخفيض، لان هناك استقرار، يعني استقرار خلال شهرين لاسعار الصرف، وبالتالي لا يوجد اي تغيرات في الصعود، ويفترض بانه الاخوه بالقطاع الخاص ان يراعوا هذا الشهر الكريم والوضع الاقتصادي والمعيشي الذي يعيشه المستهلك. هو ايضا سيد فضل يعني هنا نقطه مهمه، دائما ما نسمع شكاوى الناس في هذا الجانب بانه حينما يعني طلع او ارتفع سعر الدولار الى 700 ريال يمني وبعدها عاد الان الى 500 ريال، يعني عندما طلع الى 700 ارتفعت الاسعار، وعندما عاد الوضع الى 500 ظلت الاسعار على ما هي، وهنا يعني كيف يعني هل تتفق مع ما يقوله الناس ام انه فعلا يعني المساله عليها رقابه وبالفعل الاسعار دائما يعني ما تضبط في هذا الجانب؟ لا ما فيش الرقابه هي وفقا للاسعار المقدمه من القطاع الخاص، يعني لا يوجد تسعيره صادره عن وزاره الصناعه والتجاره، وانما التسعيره تصدر من القطاع الخاص وتقدم لوزارة الصناعة والتجارة لتقوم بعكسها للجان الميدانية فقط لا غير أو إشهارها. لكن مع الأسف الشديد هذه ملاحظة ليست من اليوم أو هذا العام أو العام الماضي، وإنما هذه ملاحظة بصورة مستمرة ما عدا باستثناء سلعة واحدة الذي تتأثر بالأسواق العالمية وبسعر الدولار، وهي سلعة السكر. هذه السلعة من فترة طويلة وهي السلعة الوحيدة باليمن التي إذا ارتفعت سعرها العالمية ارتفعت سعرها بالسوق المحلية، وإذا انخفضت الأسعار العالمية انخفضت بالسوق المحلية، لكن بقية السلع مع الأسف الشديد لم تعد بنفس الهبوط الذي حاصل أو التحسن في سعر صرف الريال. يعني سعرت الدولار ب 700 أو سعرت البضائع ب 750 أو ب 800 ريال للدولار، بينما سعره اليوم 506 ريال و510 ريال. لم يحصل هذا الانخفاض سواء في المواد الغذائية أو في الخدمات أو في الأدوية أو في كثير من السلع ليتواكب مع الاستقرار الحاصل في سعر الدولار. نعم. إذن سيد فضل تكرم البقاء معي وسأعود أناقش معك الأسباب في هذا الجانب، و
الآن سأذهب لضيفي مرة أخرى عبر سكايب من أنقرة، الباحث المختص في الشأن الاقتصادي السيد حسام السعيدي. يعني سيد حسام، أتساءل هنا، ما التحديات التي تواجه المواطن ويعني يمكنها أن تضاعف من أعبائه المعيشية؟ يعني الحقيقة ربما تكون الإجابة واضحة، هي أن الأساس الآن الحديث عن الغذاء ومقاومة الجوع، هذا يعد أهم عامل وأهم هاجس يفكر فيه المواطن، كيف أحصل على وجبة العشاء إذا حصلت على وجبة الغداء. الكثير من المواطنين طبعا وفقا لتقارير دولية لا يعلمون إذا تناولوا وجبة الغداء ما هي الوجبة التي سيتناولها على العشاء، وهل ستكون متوفرة أو لا، وخاصة أيضا في المناطق التي تحدث فيها اشتباكات أو فيها صراعات مسلحة. هذه هي أول نقطة أساسية. النقطة الأخرى أيضا تتعلق بمشاكل أيضا في المياه أحيانا، خاصة قبل هطول الأمطار الأخيرة كان هناك مشكلة أيضا خاصة في الأرياف تتعلق بمشاكل المياه والحصول على المياه والمياه النظيفة طبعا والصالحة للشرب. النقاط الأخرى طبعا مع وصول رمضان، تعرف هناك نمط استهلاكي معين لشهر رمضان المبارك، وبالتالي هناك توجه استهلاكي يفكر فيه المواطن بالحصول على نوع معين من السلع وهل هي متوفرة أو لا. طبعا هذا الأمر أيضا معروف وخاصة أو هو نمط خاص برمضان. المشكلة هنا أن أيضا يعاني المواطن من عدم الحصول على مرتباته، وخاصة في مناطق ستنقل الشمال وشمال الشمال، وبالمقابل الأسعار متزايدة. يعني مثلا نستطيع نقول أن القمح هناك زيادة مقارنة بما قبل الأزمة وصلت ربما إلى 110% وفقا للتقارير. مثلا أسعار الفاصوليا وهي ربما من أحد الوجبات التي يتناولها المواطن بشكل مستمر، زيادة تقريبا 150%. إذا هناك مشاكل. أيضا الارتفاعات الأخيرة في المشتقات النفطية ربما وصلت في بعض المناطق إلى 250%. يعني سعر الدب البترول من 7000 ارتفع الى 15000 والى 20000 فجاه. طبعا هذه المشاكل بحد ذاتها تخلق او تعزز من مشاكل الجوع. اذا النقطه الاساسيه هنا مواجهه الجوع امام المواطن، كيف يستطيع ان يواجه الجوع وان يحصل على قوت يومه، ان يحصل على الغذاء، ان يحصل ايضا في النقطه الاخيره وهي المهمه ايضا الموضوع الصحه، وخاصه مواجهه الكوليرا وبعض الأمراض الأخرى المنتشرة. لدينا أيضا الملاريا قاتل مستمر ويعتبر من أهم أو من أكثر الأمراض التي تفتك من المواطنين. لدينا الكثير أيضا من الأمراض، كيف هي الوقاية من هذه الأمراض أو على الأقل كيف هي علاجها في حال وجودها الحقيقة مشكلة كبيرة. النقطة الأخرى هي طبعا متعلقة أيضا بالحصول على المساعدات من المنظمات الدولية، وهذا أيضا أمر مهم ويعد ربما نقطة مهمة لدى المواطن في اليمن، يحاول دائما ملاحقة نستطيع أن نقول المساعدات الدولية والحصول عليها. وبالتالي طبعا سيكون شهر صعب جدا على المواطنين اليمنيين، نحن ندرك ذلك. نتمنى الحقيقة أن تكون بالمقابل، يعني تعليقا على ما سمعته من قبل في الحلقة، عند منح الاعتمادات المستندية للسلع الغذائية، وأيضا الآن هناك تدشين لمنح حتى أو مصارفة للمشتقات النفطية بسعر 506 ريال للدولار. طبعا بدأ بها البنك المركزي. هذه نقاط مهمة أنا يعني مركز عليها، سأعود لنقاشها معك بالتفصيل سيد حسام، وإنما أستسمحك للبقاء معنا قليلا. سنذهب الآن لمشاهدة هذه المادة التي أعدت من عدن، وهي عبارة عن استطلاع حول أنه كيف سيستقبل الناس شهر رمضان في ظل الوضع المعيشي القائم. نذهب سويا لمشاهدة هذا الاستطلاع. ما فيش يعني السعادة حتى بتكون في رمضان، لأن قيل بتشيل سيمان حق رمضان، يعني قص على اللبن بكذا كذا والبيدينج بكذا كذا، يعني بيكون حتى اللي كان يطلع راشن رمضان الشهر كله الآن الميزانية الموجودة حق الموظف يلا يلحق حق أسبوع أسبوعين. يعني وضع مأساوي، يعتبر مأساوي يعتبر. إن شاء الله إن يحسن الأوضاع إن شاء الله وتنزل الأسعار قبل شهر رمضان بإذن الله إن شاء الله. الحالة الموجودة عند الشعب يعني مؤوس منها، من ناحية ارتفاع الأسعار هناك جشع التجار موجود، ولعبة العملة موجودة طالع نازل، ولهذا حتى وإن نزلت العملة ما فيش هناك رغبة من التجارة والصناعة على التجار حتى يضبطوهم للأسعار. الأسعار في شهر رمضان باين عليها ستكون يعني في شكل جنوني، ولهذا الناس لا تكفي معاشاتهم لسد رمق الأسرة
الأسر الموجودة. حقيقة الوضع الذي يمر به تمر به البلاد وضع يعني إن شاء الله بإذن الله نحسبه يعني أحسن من العام الماضي بإذن الله، ولكن هناك ظاهرة اللي هي ارتفاع الأسعار وظاهرة عدم استقرار العملة، وندعو من خلال الحكومة والجهات المعنية إلى المتابعة المستمرة وضبط الأسعار والنزول المستمر إلى محلات الصرافة لعدم المضاربة بالأسعار. إذن مشاهدينا هذا كان استطلاع من عدن حول أنه كيف سيستقبل الناس شهر رمضان القادم في ظل الوضع المعيشي الصعب. وأرحب الآن بضيفي، سيكون معنا من مأرب السيد عبد الباسط الشاجع مدير مركز صنعاء للإعلام. سيد عبد الباسط مساء الخير. مساء النور لك أخي الكريم وجميع مشاهدينك الكرام. أهلا بك سيد عبد الباسط. إذن عودة من جديد لشهر رمضان هذا العام، ومع تضاعف معاناة الناس ويعني تأزم الوضع بشكل أكبر، نتساءل هنا كيف سيكون رمضان هذا العام؟ بالطبع اليمنيون يعانون ظروف قاسية ومعاناة شديدة. هذه المعاناة ليست وليدة اللحظة، ولدت هذه المعاناة منذ سنوات بفعل انقلاب جماعة الحوثي على الدولة وما تلاها من حرب مدمرة وأيضا ركود اقتصادي، لكن فعلا هذه المعاناة تزداد وتأطها على المواطنين في الداخل اليمني مع حلول شهر رمضان المبارك الذي يشكل باعتباره يشكل حالة خاصة لدى اليمنيين وله طابعه الخاص والفريد. هذه الحرب وامتدادها الطويل يعني على سنوات يعني ألغت الفرحة من وجوه اليمنيين وضعفت المعاناة بكل تأكيد. نعم. إذا كان يعني إذا كان قبل سنوات 60% من الشعب اليمني يعانون أو تحت خط الفقر، فإن معظم اليمنيين الآن في هذا العام يعني يعانون أيضا من الفقر لاستمرار الحرب كل هذه السنوات. نعم. إذن ابقى معي سيد عبد الباسط، وأذهب لضيفي من صنعاء رئيس جمعية حماية المستهلك السيد فضل منصور. يعني سيد فضل، كنا قد تواصلنا في الحديث بأنه يعني مع يعني ارتفاع سعر الريال مؤخرا، ومع ذلك يعني ما زالت أسعار السلع على ما هي عليه مرتفعة أيضا، وهنا نتساءل أين الخلل وأين المشكلة؟ أولا الخلل يتمثل في إعلان البنك المركزي بأنه سيقوم بتغطية احتياجية البلد من السلع الغذائية الأساسية. مع الأسف الشديد هذا أعتقد هذا الكلام غير صحيح، لأنه احتياجات اليمن فيما يتعلق من السلع الغذائية فقط لا غير هي حوالي 500 مليون دولار شهريا، والبنك المركزي يغطي اعتمادات بحوالي 40 مليون دولار. يعني هذا رقم صغير جدا مقارنة بالاحتياجات الفعلية، مما يضطر أن يقوم التجار هم بشراء الدولار من السوق واستيراد هذه السلع والاحتياجات من مختلف دول العالم، سواء من الصين أو من الدول العربية القريبة، دول الجوار أو من غيرها من الدول، وفقا لقائمة الاستيراد التي تتم سنويا. إضافة إلى ما شرحت لك هنا المبالغ التي تفرض من نقطة الدخول المنفذ، في سواء من منفذ الوديعة أو منفذ شحن أو في ميناء عدن أو في الموانئ له كامل، والنقاط والمبالغ التي تجبى لها أن تصل السلعة إلى المستهلك النهائي، فهذه كلها أعباء تضاف فوق المستهلك فوق التسعيرة. هذه نقطة. النقطة الثانية يعني النقطة الثالثة تتعلق بالإقبال المتزايد مع الأسف الشديد، وهي ظاهرة ليست في اليمن وحده وإنما بالدول العربية، وكأن رمضان هو شهر الأكل ليس شهر الصيام والتعبد مع الأسف الشديد. نعم. وشهر التقشف، لكن ما يلاحظ هو إقبال الناس بشكل كبير جدا على شراء احتياجاتها فوق احتياجاتهم. يعني لماذا لا نشتري احتياجاتنا اليومية كما هو وفقا لما هو متاح وفقا للعادة في بقية الشهور، لكن رمضان يتم شراء حاجات مهولة، وهناك بعض التجار يقومون بالمغالاة مستغلين
إقبال المستهلكين على اقتناء حاجاتهم في رمضان، وأيضا إخفاء بعض السلع مما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها. هذه نقطة. النقطة الثالثة أيضا، هناك مع الأسف الشديد تجار يستغلون هذه الأوضاع والظروف الاقتصادية ويغالون في الأسعار، مستغلين هذه الأوضاع وحاجة الناس إليها. أيضا النقطة الثالثة، الغياب الرقابة المستمرة بشكل دوري، أيضا نسبة تدني الوعي لدى المستهلكين من حيث الأسعار، من حيث جودة السلع، من كثير من القضايا المتعلقة بالاستهلاك، العادات الخاطئة للاستهلاك، شراء السلع الغير ضرورية، عدم البحث عن بدائل لتوفير احتياجاتهم الأساسية. هذه نقاط مع الأسف الشديد تشكلت بعاداتنا وسلوكياتنا الخاطئة مع قدوم شهر رمضان بكل عام. أضف إلى ذلك الأعباء التي نعاني منها كمستهلكون، عن توقف الرواتب لما يزيد عن لما يقارب 3 أعوام، بالذات المحافظات الشمالية، المحافظات تحت حكومة الإنقاذ الوطني، إضافة إلى أيضا الفقر وتوقف الكثير من المصانع والمعامل عن الأعمال، زيادة البطالة، كل هذه عوامل أدت إلى توقف العجلة الاقتصادية بشكل كلي. نعم، إذن ابقى معي سيد فاضل وأعود لضيفي عبر سكايب من أنقرة، الباحث المختص في الشأن الاقتصادي سيد حسام السعيدي. سيد حسام، يعني كنا نتحدث الآن مع السيد فاضل في مسألة أنه يعني كلما ارتفع سعر الريال تبقى أسعار السلع مرتفعة أيضا ولا يوجد أي تغيير في هذا الجانب، ويعني نتساءل هنا أنه ما الذي يعني سيقدمه طرفي الأزمة أقل من أن يحل هذه المشكلة فقط؟ يعني الناس تعاني، وبالتالي هناك يعني انفلات في الرقابة على الجانب الاقتصادي، والتجار يعني يلعبون بالأسعار على هواهم. بالطبع هناك أولا شك مهم، هو أن الانخفاض العملة الوطنية لم يأخذ مسار ثابت، وإنما أن هناك أيضا تحدث تقلبات حتى في مجال أسعار المصارفة التي يقدمها البنك المركزي، وإن كان في النهاية الآن هناك تقريبا أسعار ثبتها البنك المركزي عند 440 ريال بالنسبة للسلع الغذائية، لكن هذه التقلبات تلعب دور أيضا في أنها تخلق توقعات بأن هناك ارتفاع ربما يكون في المستقبل. طبعا في الغالب قرارات الاستيراد في اليمن حسب متابعتي استطيع ان اقول هناك زياده كل 3 أشهر في حجم الاستيراد، وبالتالي الاسعار ايضا اسعار الصرف تتاثر تقريبا في بشكل دوري كل 3 أشهر بشكل اكبر، طبعا الى جانب المشاكل الامنيه التي قد تحدث والتي قد تؤثر على حركه الاستيراد. لكن احنا ما نتحدث عن الحقيقه عن طرفي النزاع. لدينا مثال ما يزال حاضرا ويمكننا ان نشاهده ومن خلاله ان نعرف ما الذي يحدث بالنسبه للمواطن. اصدر البنك المركزي طبعا واللجنه الاقتصاديه اصدرت تعميم وفقا لقرار حكومي قرار 75 بحيث ان استيراد المشتقات النفطيه لا يتم الا عن طريق مستوردين وشركات تصدير معروفه. يعني ايضا بسبب ان هناك نفط ياتي من ايران دعما للميليشيات الحوثيه. ما الذي حدث في المقابل؟ هل تم وضع آلية لهذا العمل؟ لا، الحقيقة قامت الميليشيات الحوثية بالإصرار على رأيها واستمرت الحكومة في الإصرار على رأيها طبعا، وكانت النتيجة ارتفاع جنوني وانعدام للمشتقات النفطية في يعني في البلاد. إذا لا يوجد توجه حقيقي أو لا يوجد وضع لمصلحة المواطن أمام بعض المصالح الأخرى. ما تهم ميليشيات الحوثية هي دخول الشحنات النفطية بطرق ملتوية أو بأخرى، وبالتالي وبعض هذه الشحنات تتبع لقادة معينة. إذا المشتقات النفطية هذا كمثال واضح ومهم جدا، لأن المشتقات النفطية هي عامل مهم جدا في الأسعار، خاصة في المناطق الريفية في البلاد، هي عامل مهم جدا و عامل يلعب دور مهم في تقلبات الاسعار وفي حركه الاسعار بالنسبه للسلع الغذائيه والسلع المختلفه بشكل عام. اذا هذه النقطه الاولى ضمن الاسباب، او النقطه الثانيه الحقيقه الى جانب توقعات الافراد. النقطه الثالثه، هناك شيء مهم هو انه لا يوجد رقابه مصاحبه للاعتمادات المستنديه. يفترض انه حينما تبيع الدوله بسعر 440 ريال للدولار، حينما تبيع بهذا السعر السلع الغذائيه او طبعا تصارف الدولار، يفترض ان يكون هناك بالمقابل التزام ادبي من التاجر الحاصل على الاعتماد المستندي بان يبيع
ليس بأسعار السوق وإنما أيضا بأسعار المحفظة، بحيث تعكس طبعا التكلفة المنخفضة التي يحصل بها على الدولار. نعم. هنا نحن نود أن نلفت النظر أو نطالب بأن يكون هناك آلية أيضا معينة لوضع مثل هكذا التزام، طبعا أخذين بالاعتبار بعض المشاكل الكثيرة التي قد تتعرض لها التاجر، لكن لابد أيضا من وضع هذا بالاعتبار لضبط العملية. النقطة الأخرى أيضا، لابد قبل حديث البنك المركزي عن توسيع عملية الاعتمادات المستندية مثلا لأمور أخرى، مواد البناء وإلى آخره، كان لنا نود أيضا أن يكون هناك توسيع أكبر لموضوع السلع الغذائية بدرجة أساسية، لأننا لدينا أزمة أساسية، أزمة جوع، ولابد من مكافحتها وإيصال المساعدات أو إيصال السلع الغذائية بأسعار منخفضة لحد ما. وبالتالي أنا برأيي طبعا هي عملية جيدة، يعني ضبط الدورة النقدية وأيضا تقليل المبارة بالسوق. هنا أيضا لابد من توسيع أيضا توسيع الإعدادات المستندية كما نعم. يخص السلع الغذائية. نعم. إذا حتى الآن تقريبا وفق التقارير اللي طلعت عليها حوالي 8 مليار دولار تم صرفها من الوديعة السعودية، هذا مبلغ كبير، وبالتالي يعني ربما بعد 8 أشهر ربما طلعنا أخبار بقرب نفاذ الوديعة السعودية وسنواجه بمشكلة أخرى. نعم. لابد أيضا من وضع استراتيجية أيضا طويلة مدى أو على الأقل قصيرة المدى. نعم. إذا تكرم بالبقاء معي سيد حسام، وأذهب لضيفي من مأرب الصحفي عبد الباسط الشاجع مدير مركز صنعاء للإعلام. يعني سيد عبد الباسط، إلى أي مدى اختلفت أو تبدلت أولويات المواطن المعيشية في ظل التدهور الملحوظ في الجانب الاقتصادي؟ سيد عبد الباسط، هل تسمعني؟ أيوة. نعم. يعني كنت قد سألتك سيد عبد الباسط، يعني إلى أي مدى تبدلت أو يعني اختلفت أولويات المواطن المعيشية في ظل التدهور الملحوظ في الجانب الاقتصادي؟ نعم. إذن يبدو أنه أو أن هناك مشكلة في يعني سماع السيد عبد الباسط. سيد عبد الباسط، هل تسمعني؟ ألو ألو ألو. نعم نسمعك. تسمعني سيد عبد الباسط؟ نعم. إذن يبدو أن هناك مشكلة في سماع السيد عبد الباسط، يعني ريثما تحل سنذهب لضيفي من صنعاء السيد فضل رئيس جمعية حماية المستهلك. سيد فضل، نتساءل هنا لو أتينا بمقارنة من يعني منك أنت كمختص في هذا الجانب بمسألة الرقابة على الأسعار، إذا نظرنا لمناطق سيطرة الإنقلابيين ومناطق سيطرة الشرعية، كيف تنظر لهذا الجانب؟ أولا قبل هذا أريد بس أزكي ما طرحه الأخ الباحث من أنقرة السعيدي بأنه فيما يتعلق بتوفير احتياجات المنشآت النفطية والقرار الذي كان اتخذه البنك المركزي، أعتقد بأنه القرار كان من باب المناكفة السياسية وليس من باب الجانب الاقتصادي والنظر إلى الاحتياجات الفعلية، لأنه نعرف بأن احتياجات اليمن من المنشآت النفطية تتجاوز 2.5 مليار إلى 3 مليار دولار سنويا. نعم. احتياجات اليمن الفعلية، بينما ما تبقى من الوديعة السعودية هو 1 مليار دولار. كيف ستغطي 2.5 مليار نفط ما عندكش إلا 1 مليار دولار وأنت معتمد اعتماد كلي على الوديعة السعودية؟ وإذا تريد أن تفتح اعتماد أن تبدأ تستأذن بأن تسحب منها 40 مليون أو 50 مليون لتغطية الاعتمادات. يعني كان لم يراعى هذا الجانب الاحتياجات الفعلية للمستهلكين، ولم يراعى الآثار الفعلية التي ستنعكس عليها أسعار النقل الداخلي، أسعار النقل بين المدن، أسعار البضائع، أسعار الديزل فيما يتعلق بالقطاع الزراعي، فيما يتعلق بالقطاع الإنتاجي. يعني كان قرار خاطئ 100%، كان له تأثير سلبي انعكس تأثيره على المستهلك بشكل كبير جدا. هذه نقطة. أما فيما يتعلق بالجانب المقارنة بالأسعار، أعتقد بأنه كثير من الأسعار هي متقاربة. إذا لم يكن هناك بعض السلع قد تكون مرتفعة في بعض المحافظات عن بعض المحافظات الأخرى نتيجة لبعد المصانع أو لبعد مراكز التوزيع الرئيسية،
عن مراكز الإنتاج أو مراكز الوصول الفعلية، وبالتالي الأسعار قد تكون متقاربة بين المدن، لأنه كما قلت لك أنا، لأنه التاجر الذي ينتج في حضرموت سلعه تصل إلى صنعاء أو إلى الحديدة أو إلى صعدة أو إلى كثير من المحافظات، والتاجر الذي ينتج في تعز أو في الحديدة أو في صنعاء سلعه تصل إلى عدن وإلى أبيان وإلى الضالع وإلى شبوة وإلى جميع المحافظات، وبالتالي القطاع التجاري هو قطاع محايد. كما نحن الجمعية من حماية المستهلك جمعية محايدة، المستهلك هو موجود في شبوة أو في سقطرة أو في صعدة أو في الحديدة، ننظر لها من منظور واحد، وبالتالي القطاع الخاص ينظر إلى مصلحته ولا ينظر إلى أطراف الحرب أو أطراف النزاع إطلاقا، لا هؤلاء لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء، لأنه ينظر إلى مصلحته، وبالتالي يبحث عن السوق او عن المستهلك الذي لديه القدره الشرائيه لشراء سلعته. طيب سيد فضل، هي اقل المسؤوليات التي يجب ان يتحمل او اطراف الصراع يعني تحملها هذه المسؤوليات، هي مساله الرقابه، يعني كيف تنظرون لمناطق يعني سيطره الشرعيه ومناطق سيطره الانقلابيين؟ اي منطقه يعني فيها ضبط اكثر في هذا الجانب؟ انا اقول بتجرد وبامانه بانه انا هنا عايش بصنعاء، وشاركنا كجمعية في إطار الحملات الميدانية التي تقوم بها وزارة الصناعة والتجارة خلال سواء في عام 2017 أو في عام 2018 أو في هذا العام. هناك رقابة مجتمعية، هناك رقابة من الوزارة المعنية المختصة، بينما بالمحافظة الجنوبية مع في الطرف الآخر مع الأسف الشديد لا توجد رقابة، شكاوي الناس أكثر. نحن كجمعية طرحنا بكل شفافية بكل وضوح في اجتماعات مجلس رجال الأعمال مع القطاع الحكومي بأنه يجب أن تتخلى الدولة عن بعض المصاريف أو بعض الرسوم التي فرضتها كجمارك أو كعائدة ضرائبية، لأنه بالأخير يتحملها المستهلك، بينما نحن نعيش في بلد واحد. السلعة التي يتم ترسيمها في الحديدة هي يتم بيعها في حضرموت، السلعة التي يتم استيرادها عبر حضرموت وتجي ملك بحضرموت يتم استهلاكها في الحديدة أو في صنعاء في أي محافظة أخرى، وبالتالي السوق واحد. يجب أن يكون المنفذ الجمركي واحد ومصبه واحد. لا أن وطرحنا بكل شفافية بأنه يجب أن طالما والدولة لديها القدرة على تخفيف هذه الأعباء التي بيدها، فبإمكانها أن تلغي بعض الرسوم بعض الجبايات التي ليست شرعية أو ليست مقننة لكي تخفف على العبء للمستهلك. وهذا ما نطالب به، لكن أنت لو تلاحظ بأنه كثير من السلع المتواجدة في صنعاء أو في إب أو في بعض المحافظات الأخرى أو في الحديدة أو في المحويت أسعارها قد تكون أقل من السلع الموجودة في أبيان أو في حضرموت أو في عدن، وهذه الشكاوى الكثيرة التي بالفعل يعني ما يعني من خلال المتابعة نجد أن هناك بالفعل الفوارق حاضرة ما بين الأسعار في ما بين محافظة وأخرى. أشكرك جزيل الشكر رئيس جمعية حماية المستهلك السيد فضل منصور، كنت معنا من صنعاء، وأعود لضيفي من مأرب إذا ما كان متواجد حاليا الصحفي عبد الباسط الشاجع مدير مركز صنعاء للإعلام. سيد عبد الباسط هل تسمعني؟ أيوة. نعم أهلا بك من جديد سيد عبد الباسط، ونتساءل هنا إلى أي مدى اختلفت أو تبدلت أولويات المواطن المعيشية في ظل التدهور الملحوظ اقتصاديا على الأقل؟ في ظل الظروف القاسية يعني المواطن لا يفكر إلا بالحد الأدنى من المعيشة. المظاهر الثقيلة التي كان بإمكانها أن يفكر فيها في الأعوام الماضية وممكن أن تدخل بيته أو مائدته في رمضان، حاليا لا يفكر إلا بالوجبات الخفيفة أو ما يسد من رمضانه في هذا الشهر. أيضا هناك نقطة لابد ما أذكرها، هناك طبعا تغاير كبير في تواجد الخدمات أو توفرها في المحافظات اليمنية. مثلا المناطق اليمنية التي تحت سيطرة الشرعية ربما اعتنحاهم من المناطق التي تخضع لسيطرة الحوثيين، وهذا واضح في توفر مثلا الخدمات الأساسية من المشتقات المصرية. مثلا العاصمة صنعاء شهر كامل وهي تشهد ارتفاع شبه تام للغاز للبنزين للبترول أيضا،
باسعار مضاعفه وكبيره، وصلت سعر الاسطوانه الغاز الى اكثر من 10,000 ريال. ايضا سعر يعني اسطوانه او جالون البنزين 20 لتر الى 20,000 ريال. ربما تجد هناك حاله تفاوت وكبيره في توفر الخدمات في المناطق اليمنيه بين سيطره الحوثيين والمناطق الخاضعه للسيطره الشرعيه. نعم، لكن سيد عبد الباسط هنا تساؤل اخير، انه يعني هل تغيرت او تاثرت يعني او ستتاثر روحانيه الشهر الفضيل باستمرار الضغوط النفسيه التي يعانيها المواطن في ظل الوضع المعيشي؟ نعم، بدل ان يفكر المواطن او السكان اليمن مثلا في قضاء رمضان بروحانيه والتفرغ للعباده والعباده، هو يفكر بلقمه عيشه، بالبحث عن عمل، بالبحث وايضا عن يعني توفير اسطوانه غاز، عن توفير ايضا جالون بنزين وغير ذلك من الخدمات الاساسيه التي يلاحظ بعدها المواطنين، وهي بالاصل تكون متوفره، لكن في ظل الحرب والمرحله الحاليه تكون كل الخدمات يعني او يعني منعدمه على المواطن اليمني. نعم، اذا وضحت الصوره، اشكرك جزيل الشكر الصحفي عبد الباسط الشاجع رئيس موقع صنعاء او مركز صنعاء، مدير مركز صنعاء للاعلام، اشكرك جزيل الشكر. واعود لضيفي من انقره الباحث المختص بالشان الاقتصادي السيد حسام السعيدي. سيد حسام، يعني نتساءل هنا فيما يتعلق بالقطاع الخاص، يعني كيف تنظر الى تعاطي او تعامل القطاع الخاص مع الوضع العام الذي تعيشه البلد باقل من دقيقه؟ القطاع الخاص يجري وراء مصلحته، هذا امر واضح، وتخلى في نستان نقول تخلى عن بعض من المسؤوليه الاجتماعيه في ظل وضع كارثي يعيشه البلد. لكن ايضا القطاع الخاص يتعرض لمضايقات واسعه جدا ويتعرض لمشاكل عديده كبيره جدا. نعم. من الصعب الان الحكم بشكل تجرد، لكن موازنه بين هاتين النقطتين، القطاع الخاص تخلى الحقيقه عن بعض مهامه ومسؤولياته في يعني على الاقل المحافظه على الاسعار ووقف بعض المضاربات مثلا في السوق والى اخره، وايضا محاوله الحصول على الربح وان كان على حساب المواطن كبير جدا، لكن بالمقابل هو يتعرض ايضا لضغوط كبيره جدا ومشاكل واستفزازات خاصه في مناطق التي تخضع لسيطره الميليشيات. نعم. هناك الحقيقه كثير من الحملات وكثير من المشاكل في وجه القطاع الخاص وتؤثر على اعماله وارباحه يعني بناء على ذلك طبعا. نعم، اذا اشكرك جزيل الشكر الباحث المختص في الشان الاقتصادي السيد حسام السعيدي، كنت معنا من انقره. ومشاهدينا، قبل الختام نشاهد سويا هذا الاستطلاع من محافظه مأرب، والذي ايضا يتحدث فيه الناس عن كيف سيكون استقبالهم لشهر رمضان، وعفوا هنا لتصحيح، من محافظه تعز وليس من مأرب. نتابع سويا. ابسط مقومات الحياه الاجتماعيه والاقتصاديه المواطن منهاره تماما في ظل غياب تام لخدمات الدولة. المواطن يتحمل أعباء نفسه بنفسه، لا المنظمات الآن، المنظمات أكثر المنظمات تعطي موسميا. من سيكون ملاذا لهذا المواطن بعد الله عز وجل غير الدولة؟ إن شاء الله يأتي رمضان وقد تغير الاقتصاد اليمني. نناشد رئيس الجمهورية، نناشد رئيس الوزراء بأن ينظروا إلى حال المواطن اليمني. نريد أن ترجع الموانئ إلى ملاكها، نريد أن ترجع مطاراتنا، نريد أن نصدر النفط والغاز حتى يعيش هذا المواطن الذي أصبح منهارا تماما. أولا أتوجه بالشكر الجزيل لقناة بلقيس ومراسليها على هذه اللفتة الكريمة التي تأتي في زمن الظروف المعيشية فيها معقدة
ونحن قادمين على الشهر الكريم شهر رمضان الذي يأتي في هذه الظروف التي قلنا الصعبة المعقدة معيشيا، وأبناء تعز يستقبلون هذا الشهر بفرحة وابتهاج، ونتمنى من الله العلي القدير أن يكون عاما أفضل مما سبقه من الأعوام السابقة. نتمنى من الله العلي القدير أن يفرج هم البلاد والعباد، وأن يجمع كلمتنا، وأن يخرجنا من هذا المأزق، إنه على كل شيء قدير. يأتي رمضان الخامس ومدينة تعز تعيش أوضاع صعبة بسبب الحصار والحرب التي تفرضها الميليشيات الحوثية على هذه المدينة. أيضا الغلاء وارتفاع الأسعار ضاعف من معاناة أبناء تعز، فأبناء تعز اليوم يفتقرون لأبسط الخدمات ومقومات الحياة بسبب ارتفاع الأسعار التي لم يقدروا اليوم على شراء معظم مستلزمات الحياة. إذن مشاهدينا، وصلنا إلى آخر حلقة قبل الشهر الفضيل، وسنلقاكم في شهر رمضان بإذن الله، وكل عام وأنتم بخير. وفي الختام تقبلوا تحياتي وتحيات منتج هذا البرنامج الزميل وديع عطا، ومن الإعداد والتنسيق الزميلة إلهام عامر، وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل، حتى نلتقي في حلقة قادمة. نشكركم حتى الملتقى في رعاية الله.